واحد من أجمل مسارح الوطن، المسرح الجهوي لسكيكدا المغلق بسبب أشغال الترميم التي انطلقت منذ 4 سنوات. لا ديفيكولتي تاع البروجي هذايا هو انه لا توتور تاعو هي مصنوعه باللا كوفرتور تاعو بماده تاردواز، والماده هذه ماهيش ديسپونيبل في المارشي بواحد الثمن، وعليه فان المقاولات تقوم بانجازها ذاك صدر بدقه. دقه الترميم لهذه التحفه المعماريه بسقفها من الحجر العقيق تطلبت غلافا ماليا اضافيا. في المرحله الاولى كانت عندنا رخصه برنامج بحوالي 13 مليار سنتيم، وحاليا تم كذلك الموافقه على اسنادنا 7 ملايير سنتيم، يصبح مجموع رخصه البرنامج والرغف المالي بحوالي 20 مليار سنتيم. ولايه سكيكدا تزخر بعده معالم هندسيه من القرن 19 والقرن 20. قصر مريم بنايه تخضع لعمليه الترميم. معالم المهمة في المدينة والتي تمت عملية تصنيفها تصنيفا وطنيا، من بينها نذكر النزل البلدي، محطة القطار، المسرح الجهوي، إضافة إلى بعض المعالم الأخرى التي صنفت من قبل مثل قصر مريم عزاء أو بنغانا، المسرح الروماني، المسجد سيدي علي الكبير بالقل الذي يعود إلى الفترة العثمانية. بكل ربوع الولاية شواهد عن الحضارات التي تعاقبت بالمنطقة مثل المسرح الروماني وسط مدينة سكيكدا، وأثار أخرى مدفونة ببلدية السبت تستدعي وتتطلب أشغالا حفرية. هذه المواقع التي تحتاج أكثر تثمين وأكثر عمل يمكن أن نقول تقني فيما يخص الحفريات من أجل التثمين وإعطائها الصبغة التي يجب أن تكون عليها من أجل أن تكون ذات مردود مادي، أو كما يصطلح عليه اليوم الصناعة الثقافية. عدة معالم وبنايات تاريخية حضارية تم تسجيلها ضمن التراث الوطني.